مانشستر يونايتد تصدر قائمة أغلى تشكيلة حالية للأندية الأوروبية في البطولات الخمس الكبرى ب 718 مليون يورو. قائمة العشرة الأوائل ضمت خمسة أندية إنجليزية وناديي ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونخ. زاد في قيمة تشكيلة مانشستر يونايتد صفقة انتقال بول بوغبا قادما من يوفنتوس مقابل 110 ملايين يورو، الأمر الذي حسم تقدمه على بطل أوروبا ريال مدريد الذي فضل الهدوء في انتقالات الصيف واحتل المركز الثاني بقيمة نجومه مجتمعين 634 مليون يورو. حل في الترتيب الثالث مانشستر سيتي الذي تبلغ قيمة تشكيلته الحالية 611 مليون يورو بزيادة 78 مليونا عن الموسم الماضي، وبفارق غير بسيط عن برشلونة وبقيمة 485 مليون يورو. الفريق الكتالوني استقر على رفيف من النجوم في انتظار جمع المزيد من الأموال من عقود الرعاية وعائدات النقل التلفزيوني. ثلاثة أندية إنجليزية أخرى بين العشرة الأوائل، حيث حل تشيلسي خامسا، أرسنال ثامنا، وليفربول عاشرا بقيم تتراوح بين 400 و300 مليون يورو. ونجد سادسا فريق باريس سان جيرمان الذي تبلغ قيمة تشكيلته الحالية 455 مليون يورو، دفع منها 70 مليونا كأعلى مقابل للحصول على خدمات الأرجنتيني أنخيل دي ماريا. عملاق أوروبا الآخرين يوفنتوس وبايرن ميونخ تتراوح القيمة المالية لنجومهما الحاليين بين 395 مليونا للفريق الإيطالي في المركز السابع و 357 مليونا للفريق الألماني في المركز التاسع. انتقلت الأرقام إذن من الملايين إلى المليارات، ولكن الأموال تساعد وقد لا تضمن الإنجاز. ولنتذكر أن ليستر سيتي حاز لقب البريمير ليج وقد كان في المركز السابع عشر بين 20 ناديا إنجليزيا من حيث قيمة النادي المالية، ولكنه توج بطلا في نهاية